السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختلف العلماء قديما وحديثا في تذكير وتأنيث الوظائف والألقاب العلمية والمهنية وغيرها اختلافا كبيرا، فما أقوال العلماء القدماء والمحدثين في ذلك؟ وما الرأي الراجح؟ وما المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث؟ وما أبرز الأخطاء المتمثلة بالخلط بين المذكر والمؤنث؟ سنناقش ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من لسان العرب بعنوان من قضايا التذكير والتأنيث، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان من قضايا التذكير والتأنيث. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية، حياكم الله. حياكم الله دكتور. وإياكم. ونرحب أيضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من مدينة موش، الدكتور محمود عبد الرزاق غوثاني، مدرس اللغة العربية في جامعة موش. مرحبا بكم دكتور معنا. مرحبا، حياكم الله. وحياك الله. إذن دكتور حمدي، نبدأ بالسؤال الأول وهو اختلاف العلماء كما ذكرنا في المقدمة قديما وحديثا في تذكير وتأنيث الوظائف والألقاب العلمية والمهنية وغيرها، اختلفوا اختلافا كبيرا، فما أقوال العلماء القدماء في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. في الحقيقة موضوع الألقاب والعلمية والمهنية وغير ذلك لم تكن مشهورة عند القدماء كثيرا بالنسبة للنساء، وإنما هذه الألقاب كانت غالبة في الرجال. لذلك عندما كانوا إذا وجدوا امرأة أو تقلدت منصبا من هذه المناصب فإذا بهم يعاملونها معاملة الغالب. قالوا العلة في ذلك أن هذا الأمر غالب في الرجال، لذلك عاملوا النساء معاملة الرجال في هذه الألقاب، وقالوا أميرنا امرأة وفلان فلانة وصي بني فلان ووكيل فلان، فعملوها معاملة المذكر لأن هذا هو الغالب. لم يجعلوا تاء التأنيث يعني. لم يلحقوها تاء التأنيث. نعم. هذا هو الغالب عند القدماء. لكن وجدنا أمثلة أو شواهد على تأنيثها في الشعر وإن كانت قليلة، وقال بها بعض العلماء القدماء وإن كانوا قالوا بقلتها، لكن من هذه الشواهد فلو جاءوا ببرة أو بهند لبايعنا أميرة مؤمنين. أميرة بإلحاق أمير التاء. وأيضا قالوا ليس بخطأ أن نقول أو أن تقول وصية ووكيلة إذا أفردتها، يعني إذا أفردت هذا أمر مجمع عليه أو متفق عليه بأنها إذا أفردت جاز إلحاقها التاء، أما إذا لم تلحق فالغالب التذكير. وبالنسبة للقليل فليت أميرنا وعزلت عنا مخضبة أناملها كعاب، فهنا أميرنا وعزلت عنا مخضبة أناملها كعاب، ولم يقل طبعا مخضبة هنا عندما تتقدم الصفة على الموصوف النكرة تعرب حالا. نعم، يعني الملخص في أقوال القدماء في ذلك، الملخص في أقوال القدماء بأن الغالب التذكير والقليل التأنيث بالنسبة لهذه الألقاب والصفات، لأنها العلة فيها غالبة في الرجال. نعم. طيب الآن دكتور محمود عبد الرزاق غوثاني، نرحب بك. قبل قليل تحدث الدكتور حمدي عن أقوال القدماء في هذه المسألة في يعني التذكير والتأنيث والاختلاف في ذلك في الوظائف والألقاب العلمية والمهنية، فما أقوال المحدثين في ذلك دكتور؟ تفضل. مرحبا بكم، حياكم الله. في هذه القضية أصدر مجمع اللغة العربية في القاهرة
قرارا في عام 1978 ينص فيه على عدم جواز وصف المرأة في الألقاب والمناصب والأعمال بغير علامة التأنيث. ونص هذا القرار كالتالي: لا يجوز في ألقاب المناصب والأعمال اسما كان أو صفة أن يوصف المؤنث بالتذكير، فلا يقال فلان أو فلانة، عفوا فلانة أستاذ أو عضو أو رئيس أو مدير. ومن أقوال المحدثين أيضا قول الدكتور عبد الهادي أبو طالب: الرجل عضو والمرأة عضو لا عضوة، كما أن الأذن عضو أيضا، لم نسمع من يقول الأذن عضوة، والأنف أيضا عضو من الأعضاء. وأصبح للفظ العضو معنى مشترك في مؤسسة كجمعية أو ناد أو حزب أو مجلس. يعني هذه من أقوال المحدثين في هذه المسألة. الآن لا يقال رجل عضو، أو يقال رجل عضو ولا يقال امرأة عضوة، يعني نقول امرأة عضو هكذا. وفي ذلك أيضا نقول فلان عضو في البرلمان وفلانة عضو أيضا في حزب كذا. ومنه اشتقت كلمة العضوية أيضا، كما نعرف هذا الاشتقاق، العضوية المصدر الصناعي أي صفة العضو ذكرا كان أو أنثى. فنقول مثلا فلان يتمتع وفلانة أيضا تتمتع بعضوية في هذا المجلس. نعم دكتور، هذا في عضو، عفوا هذا في عضو، ولكن ما المشكلة إذا قلنا يعني فلانة نائبة في البرلمان؟ يعني هذا شيء، يعني نحن نقول نائب ونائبة ليس مشكلة، يعني لا نائب للمذكر ونائب للمؤنث ليس مشكلة في ذلك، يعني نعم ليس هناك مشكلة. طيب نعم. وبعضهم بعض العلماء مثل الدكتور مصطفى جواد يختلفوا، يخالف رأيه قرار مجمع اللغة العربية، فقال نقول فلانة عضوة ولا نقول عضو. وسبب في ذلك أن العضو نقل من الإسمية إلى الوصفية. هذا رأيه يعني. هو يوافق هذا المجمع. طيب سأعود إليك مرة أخرى دكتور حمدي، يعني هذه المسألة إذن ملخصها فيها خلاف كبير بين العلماء قديما وحديثا. ما رأيك دكتور في مجمل هذه المسألة في الألقاب العلمية والوظائف؟ يعني نذكر ملخصا للقدماء والمحدثين حتى يكون المشاهد الكريم معنا. نعم. يعني الغالب على الألقاب والمهن وكل هذه الأمور بالنسبة للنساء، نعم، الغالب فيها عند القدماء التذكير. نعم. والسبب في ذلك أن هذه الألقاب والمهن كانت غالبة في الرجال. القليل عند القدماء التأنيث. نعم. من القدماء المطرزي يعني جعل الصواب هو التذكير فقط، أو هو التذكير فقط. لماذا؟ لأن هذا الأمر خاص بالرجال ولا يكون في النساء. نعم. ولم يوافقه على هذا من القدماء أحد فيما أعلم. وأما المحدثون فمنهم من سار سيرة القدماء، وهم الذين يسيرون أو نسميهم التراثيين، ومنهم وأخذ بالغالب، ومنهم من كمجمع اللغة العربية يعني الذي يعني الغالب يجوز. نعم، أخذ بالغالب يعني يجوز التذكير والتأنيث، ولكن التذكير غالب. التذكير هو الغالب. نعم. نعم. ما هو الجواز لكن التذكير هو الغالب. هو الغالب. نعم. نعم. يعني الذي يؤنث لا نقول إنه أخطأ، لأن له سندا وله أسوة بشواهد وإن كانت قليلة. وأقوال العلماء كالفراء وغيرهم يعني نعم. نعم. الذين كتبوا في المذكر والمؤنث عامة. نعم. يعني نعم. قالوا هذا. ولكن من المحدثين دكتور من يضيق، يعني مثلا مجمع اللغة، مجمع اللغة العربية أوجب المطابقة ولم يكن على صواب في الوجوب. حتى مصطفى جواد سار على هذا. نعم. يعني هو قال بأن الأمر اختلف الزمان ويحدث لبسا. يعني لو قلنا بأن فلانة وكيل بني فلان مثلا يحدث لبس، لكن هذا إن قلنا وكيلة المجمع أخذ بالقليل وجعله هو الصواب.
فليس بصحيح على الإطلاق. ليس صحيحا. ليس صحيحا على الإطلاق. يعني يجوز أن نقول عضو وعضوة، ولكن لا يجوز أن نلزم. نعم. عضو هذا اسم، والذين أجازوا الأصل في الاسم التذكير. نعم. والذين أجازوا التأنيث قالوا بأنه نقل من الإسمية إلى الوصفية. نعم. لأن الأصل في الأسماء التذكير، والتوسع يكون في هذا الأمر. لكن أيضا موضوع العرب القدماء أيضا بالنسبة للأسماء يعني تسامحوا في موضوع التأنيث. يعني الجوهري في الصحاح يقول كوكب وكوكبة. يعني فهنا لذا يقول مثلا، يعني مثلا يقولون عندنا على أم كلثوم هذه المغنية التي ماتت كوكب الشرق، كوكب الشرق. يعني قالوا يجوز أن نقول كوكبة الشرق. نعم. نعم. كما قالوا الله أعلم بأمورها. نعم. نعم. يعني بكلمة مختصرة، يعني بكلمة مختصرة الذي يذكر عملا بكلام القدماء فكلامه صحيح، والذي يأخذ برأي مجمع اللغة العربية فكلامه صحيح. لأن المجمع أيضا استند إلى علة أخرى أقولها، بأن القدماء عللوا تذكير المؤنث بأنه غالب في الرجال، والعلة كما يقول الأصوليون تدور مع معلولها وجودا وعدما، فقد زالت العلة في العصر الحديث، وصار النساء في الوظائف والألقاب والمهن أكثر من الرجال. ولكنه لو قال جوازا، لو قال جوازا، لو قال جوازا لا حرج، أوجب يعني أفضل. لكن موضوع الوجوب ضيق واسعا. صحيح. أو ألغى حكما كان موجودا عند القدماء، ربما يأتي زمان ويكون فيه هذا الأمر. صحيح. لا ندري. نعم دكتور. نعم. إذن الدكتور محمود، ننتقل الآن إلى المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث، ما أبرزها؟ المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث، أولا أن يكون الفاعل أو نائبه اسما مؤنثا ظاهرا مجازي التأنيث. نعم. مجازي التأنيث يعني ليس حقيقي التأنيث، ونحن نعلم أن المؤنث الحقيقي هو الذي يلد ويولد كما تعلمون. نعم. نحو قوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم. يعني موعظة، هذا هو الاسم المؤنث المجازي التأنيث. ولذلك قال الله تعالى جاءتكم ولم يقل جاءكم. وقوله تعالى قد جاءتكم بينة أيضا هكذا. وربما تحذف هذه التاء مع أن المؤنث مجازي، كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه، وقوله تعالى وجمع الشمس والقمر، فلم يقل وجمعت الشمس والقمر، ولم يقل فمن جاءته موعظة. يعني الأمر في سعة، ويجوز أن نذكر أو نؤنث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون الاسم مؤولا بمؤنث، يعني اسم المذكر مؤول بمؤنث. مثاله مثلا عندما نقول فلان لغوب أتته كتابي، كتابي فاحتقرها. يعني أتاه كتابي، يعني المقصود أتاه كتابي، أو أتته صحيفتي، لأن الكتابة بمعنى الصحيفة. ولما قيل للعربي الناطق بهذا كيف تقول جاءته كتابي، قال أوليس الكتاب بصحيفة، تأويل يعني يؤول الكتابة بمعنى الصحيفة، فأول المذكر بمؤنث لما كان بمعناه. قال أبو حيان في هذا، وهذا الذي ذكر أو ذكر أنه إذا أول المذكر بمؤنث فإنه تلحق الفعل المسند إليه التاء، لا يجوز إلا في قليل من الكلام، حملا على معنى التأنيث، وتذكيره هو المعروف. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا دكتور، أن يخبر بمؤنث عن المذكر، هذا الثاني. الثالث أن يخبر بمؤنث عن المذكر، نحو قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. الفتنة هنا المؤنث، وإلا أن قالوا هو المذكر، يعني إلا قولهم. فيقول ابن مالك في ذلك فألحق تاء التأنيث بالفعل وهو مسند إلى القول، لأن الخبر مؤنث عندهم. ويشرح أبو حيان ذلك فيقول والأصل أن يكون الفعل على حسب الاسم لا على حسب الخبر، لكنه سرى التأنيث إلى فعل مذكر
لأنه أخبر عنه بمؤنث. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سنعود أيضا الدكتور حمدي بعد قليل ليكمل ما تبقى في هذه المسألة، لكن الآن مشاهدينا دعونا نتوقف مع فقرة ديوان العرب. سنكون هذا الأسبوع مع الشاعر الحكيم السموال. السموال الأزدي شاعر جاهلي حكيم من سكان خيبر في شمالي المدينة، كان يتنقل بينها وبين حصن له سماه الأبلق. تنسب إليه قصة الوفاء مع امرئ القيس الشاعر، حتى صار من أشهر الأمثال في التراث القديم قولهم أوفى من السموأل. قال في لاميته المشهورة: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول، لما قال الكرام فعول. وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع من قضايا التذكير والتأنيث. دكتور حمدي، قد ذكر قبلك دكتور محمود أبرز المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث، فما تبقى منها دكتور؟ نعم، من المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث بالنسبة للفعل مع فاعله أن يكون اسما مذكرا مضافا إلى مؤنث، مثل قراءة من قرأ تلتقطه بعض السيارة، بعض أضيفت إلى السيارة فاكتسبت التأنيث، بدل يلتقطه تلتقطه. نعم، المشهور يلتقطه، المشاهد الكريم يرى يلتقطه في المصحف، لكن في قراءة أخرى تلتقطه. صح. أيضا ووفيت كل نفس ما كسبت، كل نفس، كل اكتسبت التأنيث من نفس، فلذا أنث معها الفعل. أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنسي اسم جنس جمعي. نعم، يعني ليسأل كثير من الناس: لماذا قالت الأعراب آمنا، ولماذا وقال نسوة في المدينة؟ هنا الأعراب مفردها أعرابي، يعني اسم جنس جمعي، بأن اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء. لا. نقول يعني شجر شجرة مفرد، بقر بقرة، هذا اسم جنس جمعي، أو بالياء يعني أعراب أعرابي، روم رومي. فهنا الأعراب اسم جنس جمعي،
يجوز أن نقول قالت الأعراب على أن على تأويل قالت جماعة الأعراب، ويجوز في غير القرآن قال الأعراب بتأويل قال جمع الأعراب. وقال نسوة، نسوة اسم جمع، اسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من لفظه وله مفرد من معناه. نسوة مفردها امرأة، امرأة. نعم. قال نسوة أي قال جمع نسوة، فبتأويل جمع، فلذا لم تلحق الفعل علامة التأنيث. أيضا بالنسبة إذا كان الفاعل جمع مذكر سالما فإن الفعل لا تلحقه علامة التأنيث، وإذا كان الفاعل جمع مؤنث سالما فإن الفعل تلحقه علامة التأنيث. مثل دكتور نأخذ أمثلة، يعني مثلا قال المؤمنون، نعم، هنا المؤمنون جمع مذكر سالم فلذا قال. قالت المؤمنات، نعم، لأن المؤمنات جمع مؤنث سالم. لكن تواجهنا أمور في هنا أو تواجهنا آيات. هذا الرأي الذي أقوله بالنسبة لجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم هو رأي البصريين. الكوفيون يجوزون التذكير والتأنيث، واحتجوا بماذا؟ بقول الله عز وجل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قالوا بنو ملحق بجمع المذكر السالم. وأيضا إذا جاءك المؤمنات، وقول الشاعر فبكى بناتي شجوهن وزوجتي، بكى بناتي، لكن نعم لم يقل جاءتك المؤمنات، يعني إذا جاءك المؤمنات عند البصريين الفاعل هنا حدث بينه وبين فعله فاصل، فلذا يجوز التذكير ويجوز التأنيث، لأن الفعل يجب أن يؤنث في موضعين. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين فعله فاصل، أو كان الفاعل ضميرا يعود على اسم ظاهر حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث، نعم. ما عدا ذلك فيه الجواز. يعني لو أخذنا برأي الكوفيين إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال طيب بنو إسرائيل، قالوا لأن البنو هنا الواو علامة إعرابية ولام الفعل محذوف، لام الفعل حذفت، فلذا أشبهت جمع التكسير، فلذا حدث تغيير فيها، فلذا جاز فيها الوجهان. ومثل ذلك بناتي، بناتي مفردها ابنة، وابنة أصلها باناوات، فحذف لام الفعل مع التاء فبنات على وزن فعات، فحذف لام الفعل، حدث تكسير للجمع، فلذا جاز التذكير وجاز التأنيث. هذا رأي الكوفيين. خلاص دكتور، يعني إذا كان الفاعل مثنن حكمه حكم مفرده. جاءت الهنداني وجاء الزيداني كما المفرد، يعني كما المفرد. هكذا، نعم. إذن دكتور محمود، أيضا هناك أسماء تذكر وتؤنث باتفاق من اللفظ واختلاف من المعنى، يعني ما معنى ذلك وكيف توضح ذلك بالاستشهاد أيضا؟ تفضل. بعض الأسماء تذكر وتؤنث مثل الأرض والشمس والعرق مثلا، هذه ثلاثة أسماء أحيانا نستعملها مذكرة وأحيانا نستعملها مؤنثة. فالأرض بحسب المعنى أو اختلاف المعنى، فالأرض التي نعرفها الأرض والسماء هذه مؤنثة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها هذا مؤنث. وأحيانا يكون الأرض هو مصدر المأروض مذكر، يقال أرض الشيء يأرض أرضا أو أرضا إذا أكلته الأرض، تكون هنا مذكرا، يعني هذا قول الله سبحانه وتعالى فلما كتبنا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض هنا بمعنى المأروض، الشيء المأروض. فكلمة الأرض من حيث اختلاف المعنى تذكر وتؤنث. وأيضا الشمس، عندنا كلمة الشمس تأتي على معنيين، الشمس الطالعة هذه مؤنثة، قال الشاعر الشمس كاسفة ليست بطالعة، يعني لا نقول الشمس طالع
أو الشمس كاسف. نعم. نعم أقول الشمس كاسفة أي ليس ضوءها مبينا وليست بطالعة. والشمس أيضا ضرب من الحلي وهو مذكر أو من الحلي يعني وهو مذكر. أيضا كلمة العرق، عرق الإنسان وعرق الدابة هو الذي يخرج من جلدهما هذا مذكر. نعم. في اللسان العرق ما جرى من أصول الشعر من ماء الجلد اسم للجنس ولا يجمع، هو في الحيوان أصل وفي سواه مستعار وهكذا. والعرق أيضا المكتل العظيم أيضا مذكر. هكذا يعني نستعمل هذه الكلمة في مجال التذكير. القدم أيضا أحيانا العرق الطرر التي تشد على أكفة بيوت العرب هذه مؤنثة. العرق وهي جمع واحدتها عرقة ويجوز تذكيرها. لماذا يجوز تذكيرها؟ لأن الجمع الذي بينه وبين واحده هاء يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم. هذه ثلاثة أمثلة تبين لنا بعض الكلمات التي تذكر وتؤنث بحسب اختلاف المعنى والله أعلم. أيضا دكتور حمدي هناك يعني بعض المفردات اختلف في تذكيرها وتأنيثها، فما قولك مثلا في سبيل وطريق وأيضا سوق ذراع، هذه المفردات مثلا أيهما الراجح؟ يعني قبل أن نقول القول العلماء في ذلك، هذا يجرنا إلى جمع اللغة. عندما جمع العلماء اللغة من القبائل المختلفة، فجمعوا على وضعوا الضوابط المكانية والزمانية. فالضوابط المكانية أن تكون القبيلة ضاربة في البداوة وأن لا تكون مجاورة لغير العرب. واعتبروا كل القبائل التي ينطبق عليها هذان الشرطان كأنها قبيلة واحدة. لذا نجد مثلا السبيل وطريق وسوق تذكر وتؤنث. نجد أهل الحجاز يذكرون وأهل نجد ومن تابعهم يؤنثون. فلذا وجاء عندنا في المعاجم أو في المعجمات التذكير والتأنيث بالنسبة لهذه الألفاظ. السبب جمع اللغة الأول، أهل الحجاز لهم طريقتهم، أهل نجد أو نجد اللي هو يطلق عليهم بالقبيلة الكبرى تميم يؤنثون، فمن ذكر فهو. وفي القرآن الكريم جاء الأمراني يعني قل هذه سبيلي وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا، وفي قراءة يتخذوها. الطريق يؤنثه أهل الحجاز ويذكره أهل نجد. الذراع مؤنثة ليس فيها وجه آخر، لأنه أغلب أعضاء الإنسان المزدوجة أو المزدوجة تؤنث. طيب دكتور محمود يبدو لم يتبقى من الوقت أقل من دقيقتين. أيضا يعني بعضهم يخطئ في وسائل الإعلام وغيرها في الخلط بين التذكير والتأنيث، مثلا في الألفاظ المذكرة التي هي رأس، مستشفى، مقهى، مثلا ذقن وغيرها يعني، فما توضيحكم لهذه المسألة؟ تفضل. إن من يطلق على هذه الألفاظ أنها مؤنثة هذا في نظري مخطئ، وفي نظر كثير من اللغويين أيضا. لا نقول للمستشفى إنها مؤنثة، ولا نقول أيضا للرأس أو الذقن أو المقهى إنها مؤنثة، هذه ألفاظ مذكرة وذكرت ذلك المعاجم على اختلافها كاللساني والتاجي والمصباحي ومعجم المذكر والمؤنث ومعجم المؤنثات السماعية. كل هذه المعاجم ذكرت أن هذه الكلمات الآنفة الذكر، هذه الكلمات كلها مذكرة لا غير، ولم يرد في أي منها تأنيث هذه الكلمات، يعني في أي كتاب من هذه الكتب السابقة لم يرد تأنيث هذه الكلمات، مما يقطع بعدم جواز تأنيثها. ومن أمثلة ذلك قولهم في وسائل الإعلام بالخطأ طبعا، مسألة طفل من تايلاند أو من غيرها رأسه كبيرة جدا، الصواب رأسه كبير. وكذلك يقولون ظهر بذقن طويلة، الصواب طويل. لأن الذقن مذكر. نعم الذقن مذكر.
بعكس اللحية، اللحية طويلة والذقن مذكر. نعم. يعني هناك فرق بين الذقن واللحية. المقهى والمستشفى. اللحية، اللحية هي الشعر الذي يعني ينبت على اللحيين، والذقن هذا العظم الذي يعني أسفل الشفتين. نعم. أما المقهى والمقهى والمستشفى دكتور أيضا، أيضا يخلطون. نقول قصفت الطائرات المستشفى الوحيدة، هذا خطأ، نقول المستشفى الوحيد. وتفجير المقهى التي تقع في هذا المكان، لا، صواب أن نقول الذي يقع، لأن المقهى والمستشفى أو المشفى أسماء أو اسمان مذكران. نعم. والله أعلم. حياكم الله. إذا في ختام فقرة حلقتنا نشكر ضيفنا عبر سكايب من مدينة موش التركية الدكتور محمود عبد الرزاق غوثاني، مدرس اللغة العربية في جامعة موش. شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم الله. ونفع الله بكم البلاد والعباد. وإياكم، جزاكم الله خير. إذا مشاهدينا الكرام الآن نبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد يخص شيخ النحاة عيسى بن عمر. غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. ما هذا يا آنسة قواعد؟ أهو إعلان لترويج بضاعة؟ هذه إحدى وسائلنا في الإعلان، فهذا الرجل يروج لي كتابين من تأليف عيسى بن عمر. ذهب النحو جميعاً كله غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. ومن هو عيسى بن عمر؟ أبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي، ألم تسمع عنه؟ ولد في البصرة في العقد السابع من المئة الأولى للهجرة، من أسرة تقن ورواية للحديث والقراءات. درس على أعلام عصره في الرواية والقراءة والعربية، وأصبح من أعلم الناس وأفصحهم. ويكفي لكي تعرف قدره أن تعلم أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي كان تلميذه. ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب. قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوان هذا الأسبوع قضايا التذكير والتانيث في القرآن الكريم. نبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة البيان القرآني من لسان العرب. دكتور حمدي، نبدأ بتوجيه أحد في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في الحقيقة أحد هنا عندنا كلمتان، في أحد في واحد. أحد هنا في التي تأتي بعد النفي حروفها الأصلية ثلاثة: الهمزة والحاء والدال. أحد. أحد. أما أحد في قل هو الله أحد فحروفها الواو والحاء والدال. يعني واحد ليست أحد في أصلها. نعم في أصلها. نعود إلى الموضوع، نعود الصرف يعني. ما هو أصلا دخل في الصرف. فأحد التي هي أصلها أصل الهمزة همزة. ليست مبدلة من واو. هذه تكون بعد النفي ومعناها إنسان. نعم. وبعد النفي تكون عامة في الناطقين فقط. في العقلاء.
أما لا تختص يعني بالذات يعني مثلا لو قلنا ليس في الدار أحد ليس في الدار أحد أي ليس في الدار إنسان، لكن لو قلنا ليس في الدار واحد ممكن ليس في الدار، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم نعم تمام. فأحد نكرة وواحد نكرة، لكن واحد تطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء. ممكن ليس في الدار واحد، ممكن حيوان صحيح أو كرسي واحد يحتمل، أما يحتمل أحد يحتمل أي شيء، أحد لا يحتمل إلا لا يحتمل إلا الناطقين. لازم واحد من الناطقين، واحد من العقلاء من الإنسان نعم أحد عشر أو أحد وعشرون، هنا معناه واحد ولا يكون أحد بمعنى إنسان مع العشرة نعم. عندما أيضا الراغب الأصفهاني يعني يذكر للأحد اللي يقول يستعمل على ضربين، أحدهما في النفي فقط والآخر في الإثبات. في النفي فقط يقصد به أحد الذي همزته أصلية نعم، والذي يأتي في الإثبات وفي غيره الذي همزته أصلها الواو منقلبة نعم نعم. فالمختص بالنفي لاستغراق جنس الناطقين ويتناول القليل والكثير إلى آخره من كلام نتكلم. أما المستعمل في الإثبات اللي هو يقصد واحد اللي هو همزته منقلبة عن واو على ثلاثة أضرب أوجه حتى لا في الواحد المضموم إلى العشرات، أحد عشر أحد وعشرون هذا معنى واحد واحد نعم. وربما جاء أحد بمعنى الشيء، يقال فلان لا أحد أي لا شيء، هذا في أحد. الثاني أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول. أما أحدكما يعني أما الأول فيسقي ربه خمرا، واللي هو بمعنى واحد هنا بمعنى واحد احنا الان في معنى واحد حتى يكون وليس بمعنى الكريم. احد الذي يصله واحد نعم. والان ويتكلم اصلا يعني الاصفهاني تكلم على ان المستعمل في الاثبات يقصد الذي همزته منقلب عن واو فقال يضم الى العشرات احد عشر احد وعشرون أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أي صاحبه أو ملكه، معنى الرب ليس الإله نعم في نعم. دينهم نعم الرب معنى السيد السيد نعم, يعني مالك. يسقي سيده سيدة. ملكه خمرا نعم. وقولهم يوم الأحد أي يوم الأول ويوم الاثنين. الثالث أن يستعمل مطلقا وصفا المنقلب عن واو وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى، قل هو الله أحد نعم. فهنا لا هذا يختص بالذات الإلهية هنا في صفة الله، في صفة الله نعم لا يكون في الصفات الأخرى نعم. هذا إجمال ما قيل في أحد. طيب قبل أن نخرج إلى الفاصل في توجيه تذكير قريب دكتور، وذلك نعم. في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. في الحقيقة العلماء ذكروا في توجيه كلمة قريب 14 وجها، منها المقبول ومنها غير المقبول. لكن لو أردنا أن نجمل، الذي يريد أن يقرأ باستفاضة بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية نقل عن علماء النحو هذه الأوجه بتفصيل في كتابه بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية وليس ابن الجوزية. القيم هو نفسه نفسه يقال الاختصار ابن القيم أو ابن قيم الجوزية. ما هو القيم الجوزية يعني إمام الجوزية المكان يعني من المقام قيم قيم نعم. عليه نعم. نعم قيم يعني الإمام أو الأستاذ أو المسؤول صحيح نعم نعم. فيه رأيان راجحان. الرأي الأول قريب عندنا لها معنيان نعم. قالوا إما أن يكون قريب قرب مكان أو قريب قرابة نسب. إن كان قرب مكان يستوي فيه التذكير والتأنيث، إن رحمة الله قريب
هنا قرب هنا مكان. قرب مكان. نعم. فيستوي فيه التذكير. يستوي فيه التذكير والتأنيث. الأمر الرأي الثاني. نعم. قالوا قريب وبعيد وقليل وكثير تأتي على زينة المصدر. يعني في صهيل. نعم. نهيق. على وزن فعيل. والمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث وما كان على وزنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. بهذا زالت الإشكال. بهذا زال الإشكال. نعم. طبعا في أوجه كثيرة. كثيرة. وفيه أخذ ورد بين العلماء لا نريد أن لكن نريد أن نعطيه نعطي المشاهد الكريم الخلاصة ولكن من أراد الاستزادة فعليه بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية فقد نقل عن العلماء السابقين. نعم. كلاما طيبا. أو يرجع إلى السهيلي في الأمالي له أو الروض الأنف له كلام طيب. نعم 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 دكتور. إذن مشاهدينا الكرام فلنتوقف الآن مع فقرة صحيح القول وهذه الحلقة بعنوان بين التذكير والتأنيث فلنتابع. بين التذكير والتأنيث مستشفى. يقول بعضهم في وسائل الإعلام هذه المستشفى والمستشفى الوحيدة بتأنيث المستشفى وهذا خطأ. وصحيح القول هذا المستشفى والمستشفى الوحيد لأنه مكان طلب الشفاء. وقد يسوغ بعضهم تأنيثه بمعنى دار الاستشفاء ولكن التذكير هو الأصل. ومثل ذلك المقهى فلا تقل المقهى التي تقع غربي بغداد وقل المقهى الذي يقع غربي بغداد لأنه اسم مكان على وزن مفعل مثل مطعم مرعى. قال تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. البئر مؤنثة. يقول بعضهم في وسائل الإعلام بئر نفطي وهذا البئر عميق وهذا خطأ. وصحيح القول بئر نفطية وهذه البئر عميقة لأنها مؤنثة. قال تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. الكأس مؤنثة. يقول بعضهم شربت من هذا الكأس وفاز بالكأس الذهبي وهذا خطأ. وصحيح القول هذه الكأس وفاز بالكأس الذهبية لأنها مؤنثة. قال عز وجل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. أهلاً وسهلاً بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب وما زلنا في فقرة البيان القرآني وموضوعنا هذا الأسبوع قضايا التذكير والتأنيث في القرآن الكريم. دكتور حمدي أيضاً من هذه القضايا القاعدة في أسماء الأجناس فما قاعدتها؟ قاعدتها التذكير والتأنيث جواز التذكير وجواز التأنيث. التذكير لأهل نجد وبني تميم والتأنيث لأهل الحجاز. ولذا وردت في القرآن الكريم على اللغتين كقوله تعالى أعجاز نخل خاوية. هنا على أنه نخل اسم جنس مفردها نخلة فأنثها هنا. نعم فأنثها. أعجاز نخل منقعر مذكر. فيجوز التذكير ويجوز التأنيث. طبعا كله تأويل جمع وجماعة يعني هكذا كنت تأويل. نعم التأويل عند الذين يؤولون لماذا أنث ولماذا ذكر والذين لا يقول وهذا هو الغالب في موضوع التأويل. نعم. لكن هذه لغة وهذه لغة. نعم. هذه لغة فصيحة حجاز. نعم. فصيحة ونجد وتميم فصيحة وأفصح الكلام ورد فيه اللغتان. طبعا العلماء أدخلوا مع أسماء الأجناس موضوع الريح. الريح. نعم. نعم. جاءتها ريح وجاء جاءتها ريح عاصف ولسليمان الريح عاصفة. يعني عاصف وعاصفة. التذكير والتأنيث. نعم. أجازوا أيضا فيها الأمر
ألحقت بأسماء الأجناس. يعني لا إشكال هنا، لا إشكال. الموضوع التذكير والتأنيث وخاصة في الأمور المجازية أمره فيه سعة، ولذا الموضوع يعني العلماء ذكروا التوسعة في المؤنثات المجازية أمور فيها كثير جدا، التذكير فيها كثير وفيها تأنيث. يبقى النكت البلاغية ربما لدينا حلقة بعد ذلك، تحتاج حلقة في النكت البلاغية. لماذا؟ لماذا؟ نعم، في هذا السياق نعم، وإن كانت لغة، لكن لماذا استخدمت هذه اللغة مع هذه الآية واستخدمت هذه اللغة مع هذه الآية؟ لماذا جاءت مؤنثة مع هذه الآية وجاءت مذكرة مع هذه الآية؟ صحيح، نعم هي لغة، لكن لماذا الاختيار في الجواز حسب السياق؟ نعم، حسب السياق. نعم، نعم. بسرعة دكتور، الحكمة في ذكر التاء في قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة، هذا في هود. أما في قوله تعالى في هود أيضا حذفها وأخذ الذين ظلموا الصيحة. تمام. نعم. الصيحة لها معنيان، يعني الصيحة بتأتي بمعنى الصياح، وبمعنى الصيحة اسم المرة. نعم. فإن كانت بمعنى الصياح يبقى التذكير. هذه صفة. بمعنى الصيحة تؤنث. مرة واحدة. مرة واحدة. ما الفرق بين قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة في النحل، وفريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة في الأعراف؟ تمام. لماذا لو نظرنا الموضوع التذكير والتأنيث، هنا العلماء قالوا فيها أمران، فيها جانبان، جانب لفظي وجانب معنوي. نعم. الجانب اللفظي مثلا حقت عليه الضلالة، لو حسبنا الحروف التاء والعين واللام والياء والهاء خمسة. نعم. ولو فريقا حق عليهم الضلالة، حق عليهم الضلالة 2 4 5، هنا عليه أربعة. نعم. وعليهم خمسة. نعم. فلذا التباعد. نعم. يبقى تحذف التاء. تحذف. نعم، لأنه كثرة الفواصل. نعم. تجيز الحذف. طيب. هذا من ناحية اللفظية. بسرعة بكلمة واحدة. من ناحية المعنوية، من بمعنى أمة أو جماعة. نعم. أما فريقا فمذكر. فمذكر. نعم. نعم. شكرا. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة غورسون التركية. مسك الختام سيكون مشاهدينا الكرام مع فقرة سيرات عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع شيخ النحاة عيسى بن عمر الثقفي. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله. عيسى بن عمر الثقفي شيخ النحاة في البصرة. هو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي النحوي البصري، مولى خالد بن الوليد، من أهل البصرة، نزل في ثقيف فنسب إليهم، وكانت بينه وبين أبي عمرو بن العلاء صحبة، ولهما مسائل ومجالس. أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن أبي إسحاق، وروى الحروف عن عبد الله بن كثير، وسمع الحسن البصري، وله اختيار في القراءة على قياس العربية. روى القراءات عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي، وهارون بن موسى النحوي، والأصمعي، والخليل بن أحمد الفراهيدي، وأخذ عنه النحو أيضاً سيبويه. له الكتاب الذي سماه الجامع في النحو، ويقال إن سيبويه أخذ هذا الكتاب وبسطه وحشى عليه من كلام الخليل وغيره، وهو كتاب سيبويه المشهور، وأنشد عنه الخليل: ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، وهما للناس شمس وقمر. توفي رحمه الله تعالى سنة 49 و100 من الهجرة.